يزيد إقبال الناس على شراء اللحوم الحمراء في شهر رمضان. في الخليل شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، ووصل كيلو لحم الخروف إلى 100 شيكل، ما أثار حالة من التذمر. الارتفاع أدى لعزوف بعض المواطنين عن شرائها، فاستدعى ذلك تدخل الجهات المختصة. التزام قبل يومين يعني كانت الأسعار يعني قريبة من التكلفة، وكان في ضجة من التجار، ففرضنا ودخلنا وحولنا أكثر من كذا تاجر للمحكمة، لمنها الأمور صارت بالتوافق أنه السعر يكون هامش الربح مقبول وكذا، وبحيث يضمن ربح. التزام في اليوم ومبارح التزام عالي جدا من قبل التجار في الأسعار الإرشادية اللي انوضعت، وبركز على قصة أسعار اللحوم. طبعا في الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، الموظفين يعني موظفين الرقابة بيشتغلوا من الزراعة والاقتصاد والضابطة في جولات على الأسواق، وإن شاء الله إنه يعني نتمنى إنه يتم يعني يلتزموا التجار بهاي التسعيرة، يعني تعرف لحماية المستهلك وحماية التاجر في نفس الوقت. وعلى الرغم من تحديد أسعار اللحوم بكافة أنواعها، حيث حدد سعر كيلو الخروف 85 شيكلا، إلا أن بعض التجار لم يلتزموا بذلك، كما لوحظت فروق في الأسعار. التزام، ما فيش التزام من قبل التجار، مش بس باللحمة، كل المواد الغذائية بغض النظر، تعال البيض، تعال الحليب، تعال كل واحد ببيع سعر في البلد، وبلا ما أخذ الناس كلها مش سواسية في البلد. والله أنا بالنسبة إلي في مدينتي يطا صار التزام، يعني المكان اللي أنا بشتري من عنده صار فيه التزام. إن شاء الله بلتزموا، لأنه هذا الالتزام لازم يكون التزام وليس التزام من ناحية أخلاقية. الجزارون في الخليل تباينت آراؤهم أيضا حول السعر المحدد من الجهات المسؤولة، حيث عبر بعضهم عن رضاهم، فيما استاء آخرون ورأوا أن السعر يجب أن يختلف باختلاف أنواع اللحوم ومصادرها وطريقة تقديمها للمستهلك. يعني حسب لزمون كيف بده يشتغل، يعني في زباين بده شغل غير عن الشغل تبع الحكومة بدفع زيادة، في عادي بدهم السعر ناقص وبيقبلوا فيه يعني عادي، فإحنا كيف بده لزمون يشتغل على الشغل اللي حكونا هي مرضي 100%، أما على الشغل اللي إحنا بقينا نشتغله في السابق وبنشتغله برضه في الأيام هاي لبعض من الناس مش لكل الناس مرضي. السعر اللي حطته مرضي كأبيع مسكر، لكن بدنا إحنا يتفهموا إنه في شيء مسكر وفي شيء منظف. منظف يكلف اللحام فوق 95 شيكل الكيلو، أي لحام هنا في حلحول في دورة في بين العين كلف 75، ده بيعه 100، فهم مش فاهمين مسكر ومش فاهمين منظف. بده يقول لك إذا لحمتك بتكلف 95 بيعها 75، اخسر 20 شيكل مش مشكلة. تعتبر اللحوم واحدة من أهم المواد الغذائية التي يعتمد عليها المواطن الفلسطيني، ويتزايد الطلب عليها في شهر رمضان الكريم، الأمر الذي يستدعي بوضع قوانين لحماية المستهلك الفلسطيني. لتلفزيون وطن، لؤي وزوز، الخليل.